طريقه إلى السعودية، تحديدا الرياض وفق ما علمنا حتى الآن، لكن ربما تكون مدينة أخرى، لكن حتى الآن المعلومات تشير إلى أنه سوف يتوجه إلى الرياض. لا يوجد تأكيد عن أنه وصل أم ما زال في ربما الأجواء، لكن المغادرة أصبحت أكيدة الآن، وأن الهدف العلاج. من تحدثت إليهم لتأكيد هذا الموضوع، وهل هناك أي مؤشر سياسي للدلالة على مغادرة صالح، قالوا أن الهدف هو بالدرجة الأولى الآن أغراض إنسانية، لأن إصابة علي عبد الله صالح تبدو بليغة وهو يحتاج إلى علاج مكثف. هذا أبرز ما بلغنا حتى الساعة الحبيب. نعم، وهل هناك أي أخبار أخرى تشير إلى ربما منحى سياسي أو غرض سياسي مزدوج لهذه الزيارة؟ الواقع حتى الآن هذه هي المعلومات المتوافرة عن مغادرة الطائرة. ربما ننتظر خلال فترة نقدر أنها تكون قريبة، ربما خلال الساعة القادمة يصدر بيان بهذا الخصوص من السعودية، بالإضافة إلى بيان ربما يمني. لكن يمكن الإشارة الحبيب إلى